القضية الثانية قضية مهمة، قضية بعض اللجان الخيرية. وزارة الداخلية شكرا لهم وشكرا للأخ وزارة الداخلية سفاح الملة، كبسوا على سرداب بالمهبولة، يقول لك يبيع مستعمل مسمي نفسه مبرة خيرية، ياخذ من الناس الأغراض، التبرعات، الملابس، غسالة، ثلاجة، أي شيء، والحبيب يوديها السرداب يبيعها سوق مستعمل، واسمها لجنة خيرية. تحية للداخلية أنها قبضوا على هالمكان هذا. شوفوا التقرير. شكرا لوزارة الداخلية وخاصة للعميد على اكتشاف هالمكان ليستغل المواطنين. تحية للداخلية على جهودها سفاح الملة، واشكرهم واشكر الداخلية واشكر الناس اللي تشتغل. ومطار ما عندنا، نروح التقرير اللي بعده.